صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم الرقم 26 لسنة 2023 بتعيين وكيل مساعد في وزارة العمل وذلك بناء على عرض وزير العمل وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى يعين السيد عقيل عبد علي بحسين وكيلا مساعدا للعلاقات العمالية بوزارة العمل